قرب بين يسوع المسيح في متى 6:22-23 شرار الجسد هو العين، فإن كانت عينك بسيطة فجسدك كله يكون نيرا، وإن كانت عينك شريرة فجسدك كله يكون مظلما، إن كان النور الذي فيك ظلاما فالظلام كمكم. سراج الجسد هو العين، السراج يرمز الى النور، والنور اللي مربوط في الانسان هو العين الذي يرى به كل شيء، حتى ما حد يدعي الواحد ثاني يقول له ربنا ينور لك عينك يخلي عينيك منيره، واللي بيفقد عينيه بيبقى عايش في ظلام. والعين نرى بها ونرى بها، هي تكشف الامور وتكشفنا نحن ايضا، يعني تبص لعينين واحد تعرف ايه جواه، ان كان بيحبك نظرته يبان فيها الحب، ان كان بيكرهك يبان في عينيه، ان كان بيحقد يبان في عينيه، ان كان منغاز يبان في عينيه، ان كان بيحسد يبان في عينيه، ان كان عايز ينتقم يبان في عينيه، إن كان حاسم عينيه تبين نظرة القسوة، وإن كان مكار عينيه تبين نظرة المكر، إن كان متكبر يبان تبان في عينيه الكبرية، وإن كان بيحتقر غيره بيستهزئ بيه يبان في عينيه، إن كان متعالي تبان في عينيه. يعني العينين بتكشف الإنسان من جوه جواه إيه، عشان كده كتير من الناس اللي ميحبوش يبقوا مكشوفين يلبس نظارة سودة عشان ما تبينش عينيه إيه، حتى العيال الصغيرين لما يكونوا بيتكلموا ومش واثقين من بعض يقول لك طب بص ورينا عينيك لان يشوف جواه ايه. طبعا سياتي وقت من الاوقات ربنا ينزع فيها النظارات السوداء وتنكشف كل واحد ويبان حقيقته من عينيه. العينين ايضا ممكن تبين متاعب الانسان من جوه، ان كان فيه مذله، ان كان فيه صغر نفس، ان كان فيه ياس، ان كان فيه قلق، اضطراب، خوف، رعب، توسل، استعطاف، كل ده بيبان في العينين. فانصراف الجسد هو العين، العين بتبين الانسان فيه ايه، وايضا العين بتنير للانسان الطريق. ان كانت عينك بسيطة يعني زي ما ربنا خلقها، ما حصلش اضافة شيء اليها، عين بسيطة، تقول لي طب العين اللي فيها حقد ما بقتش بسيطة، أضيف إلى العين حاجة جديدة اسمها الحقد، العين اللي فيها حسد
أضيف إلى العلم اللي خلق ربنا حكاية الحسن، يعني ما بقتش بسيطة، بقت مركبة. زي ما أنت تقول النحاس مادة بسيطة، إذا اتحد بالأكسجين أضيفت إليه حاجة، بقى أكسيد النحاس تحول إلى مادة أخرى. فعين البسيطة يعني ما حصلش إضافة أي عاطفة مخطئة ليها. العجيب إن في الترجمة الإنجليزية لهذه الآية ما يقولش سنجل آي، يقول إيه سنجل آي. سنجل يعني منفردة لوحدها، ما أضفتش إليها حاجة تانية. ما دخلش فيها تركيب آخر، ما أضيفتش إليها عواطف أو مشاعر أخرى. نضرب مثل بسيط لأبوينا آدم وحواء. ربنا خلقهم بعين بسيطة، كانت شجرة معرفة الخير والشر موجودة في وسط الجنة، بيمر عليها كل يوم بعين بسيطة، مش هتفيش حاجة. لما حواء قعدت مع الحية والحية أضافت إليها أخبارا وأفكارا وقالت لها لا، لأنك لو أكلت منها تصيران مثل الله عارفين الخير والشر، بدأ الفكر يتغير، فبدأت النظرة تتغير، أضيف إليه شيء، ما بقتش عين بسيطة، بقت العين زائد الراء الحية مع بعض. عشان كده يقول الكتاب إن المرأة نظرت إلى الشجرة فإذا هي بهجة للعيون وجيدة للأكل وشهية للنظر. جت منين الحاجات دي؟ العين ما بقتش بسيطة، اتغيرت، أضيفت إليها شهوة، أضيفت إليها فكرة غلط، ليس عين بسيطة. نفس آدم وحواء كانوا بينظروا لبعض النظرة بسيطة، وهم عيانين نظرة بسيطة. بعد ما اتغيروا من جوه بالخطية بقى يبص لها بصة ما بقتش بسيطة، وهي تبص له بصة ما بقتش بسيطة. عشان كده بدأوا يغطوا أجسادهم لأن النظرة ما بقتش بسيطة، بقت نظرة زائد فكرة حاجة معينة. إن كانت عينك بسيطة زي ما خلقها ربنا، ما أضفتش إليها شهوة ولا فكرة ولا مبدأ معين ولا علاقة معينة، فيكون جسدك كله نيرا، ما يكونش عندك تغيير في حياتك نفسها. لكن افرض النظرة أضيف إليها حاجة ما بقتش بسيطة، يعني إنسان مثلا أضفت إلى نظرته الغضب والانتقام، فبص كيف يجري من جوه جسده ما بقاش ميت، يجري من جوه الضغط بتاعه ما بقاش مظبوط، قلبه بيزق، الحكاية إيه؟ ما بقتش بسيطة، ما بقاش جسد يكون نازل، يقول لك الجسد كله يكون مظلما. لو واحد مثلا نظرته أضاف إليها نوع من اليأس، فبص تلاقي الجسد كله بقى همدان ودبلان وتعبان وما عندوش قدرة انه يعمل شيء. عشان كده يقول لك الروح المعنوية بتقوي الانسان، والروح المعنوية اذا ضاعت بتموت الانسان، بتنزل له الارض. ان كانت عينك شريرة يكون جسدك كله مظلما،
العين الشريرة أضيف إليها الشر ما بقتش بسيطة. طهارتها الأولى تعقدت لأن أضيفت إليها أشياء. لذلك إن كان الكتاب قد قال من فضلة القلب يتكلم اللسان، أقدر أقول أيضا من فضلة القلب بتنظر العين حسب حالة الشعور اللي موجود جوه القلب. العين بتبص، سواء كان ذلك خيرا أم شرا، بتضاف إليها حاجة على حسب طبيعتها الأولى. العين ممكن تكون فيها نظرة حب، نظرة حنان، نظرة تشجيع، يعني نظرة فيها طيبة، فيها وداعة، فيها هدوء. فيها عمل الروح القدس، ولذلك في سفر النشيد يقول عيناك حمامتان، والحمامة بتنظر فيها البساطة، كل بسطاء كالحمام، عيناك حمامتان يعني فيها البساطة. وإن كانت الحمامة رمزت للروح القدس فالأمان يبقى فيهما عمل الروح القدس. دي هنا بقى العيون النيرة اللي قال عليها سفر النشيد، يعني اصلح القلب تصلح العين، ويصلح اللسان وتصلح العين مصدر للنور. ان كانت عينك بسيطة جسدك كله يكون نيرا. لأن العين هي مصدر النور، فلما تكون العين سليمة يبقى كل شيء منير. روحياً إذا كان النور المادي للعين من الحواس، فالنور روحياً يرمز إلى المعرفة، إلى الفهم، إلى الاستنارة، الاستنارة التي ينالها الإنسان مش من مجرد العين الجسدية، لأن العين الجسدية جايز تكون رمز لحاجات تانية. أنت بتستنير في رؤية الماديات العين الجسدية، وتستنير في رؤية المعنويات بالعقل، بالضمير، بالإيمان. فالعقل أيضا عين ترى وتفهم، والضمير أيضا عين ترى وتفهم، والإيمان أيضا.